السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم شباب؟ اليوم عندي فيديو حتكلم شوي على الاكسسوارات اللي بستخدمها مع لوحات التحكم، عبارة عن مفاتيح وبوش بطن وامرجنسي ستوب ولمبات ولمبة مع جرس، تماسات إضافية، بوش بطن. خلونا نبدأ بالمفاتيح. المفاتيح عندي نوعين، نوع ثلاث حالات اللي هو عن نص بيكون مطفي، عندي يمين عندي يسار، كل جهة بتشغل تماس. عندي تماسين نورمال اوبن، طبعا فيني اركب غيرهم بهي الطريقة. بنشد المسمار اللي هون، هيك بكون صاروا التماسين بيشتغلوا مع بعض. ما نشد على السوا. طبعا اذا بتلاحظوا التماس الثاني بيشتغل. فينا نركب أكثر من تماس فوق بعض، إذا كان عندي بالدارة بيحتاج إني أركب أكثر من تماس. هذا ثلاث حالات. عندي النوع الثاني حالتين فقط، يستخدموا أون وأوف، صفر وواحد. أنا عادة بركب عليهم البليت هاي، عندي صفر وعندي واحد، هيك على واحد وهيك على الصفر. هيك بيكون عندي صفر واحد. الثاني اللي راح يكون ثلاث حالات، انا عندي بشغلي عادة بنركبه على مضخات المي. مضخات المي بنشغلها اما حالة الاوتوماتيك اوتو او في اليدوي بالهاند. تمام، هذا مفتاح ثلاث حالات عندي، اما في النص صفر ما بيشتغل شيء، اما اوتو او في الهاند يدوي. طبعا الاوتو والهاند كل واحد لهم تماس مثل ما حكينا منفصل عن الثاني، كل واحد بشغل شيء. هاي المفاتيح، عندي مفاتيح هدول من شركة شنايدر، طبعا هدول صيني، هدول شنايدر نفس الشيء، كمان لهم أربع مسامير، تماسين مفتوحات 23 و24، عندي 13 و14. الاثنين هذا وهذا، الاثنين بيشتغلوا نفس الشغل بس الفرق بالسعر. طبعا الشنايدر بيكون ضعف الصيني 3-4 أضعاف. عندي البوش بطن، عندي كمان في صيني وفي عندي الشنايدر الأخضر، عندي نورمال أوبن، عادة بيكون نورمال أوبن الأخضر، وعندي الأسود كمان نورمال أوبن، والأحمر نورمال كلوز. مثل ما شايفين هون اللون التماس أحمر، هذا بيكون كلوز، هذول صيني. عندي هذا شنايدر كمان له مسمارين، هذا
عندي emergency stop مثل ما شايفين، التماس مسكر، فينا نركب التماس مفتوح. طبعا كل التماسات هاي بتتركب وبتنشال، يعني بتركب هون عادي بتصير بالشكل. طبعا الامرجنسي ستوب بيفصل عند الدارة، كيف بيشتغل نكوس هيك بيكون ضل شغال. لما نفتح نبرم هالبرمي هاي بيكون رجعت التماسات لحالتها الاولانية. هذا بالنسبة الى emergency stop. لمبات ما بدها شيء، لمبات ملونة كل لون بيعني اشارة. طبعا بيكون عليهن اسماء، مثلا عندي هاي ليفل، انا عندي رن والترب، هدول عادة انا بستخدمهم بشغلة. عندي الرن يعني تشغيل والترب يعني خطأ، بستخدم الرن عليها لمبة خضراء والترب بستخدم لمبة حمراء. مثلا عندي الالفاز فيلر بستخدم عادة لون ابيض لما بيكون في عندي نقص بالفازات او نقص بالكهرباء. لمبة اصفار بستخدمها على اللو ليفل اذا كان عندي ما في مي بالخزان، وهاي ليفل. طبعا كمان في انواع، هدول شنايدر هدول صيني مثل ما حكينا. الشنايدر اسعارها عن الصيني باربع اضعاف. عندي هاي جرس الارم معها لمبة مثل ما شايفين. طبعا عندي اللمبات الصيني ليد، عندي لمبات الشنايدر كمان ليد، بس فينا نغير اللمبة هاي تتغير، فينا نركب اما 24 فولت او 220 فولت او 12 فولت اي يمكن. انت بتغير هاي، طبعا بنغير هاي نحنا، وهي فقط عن حاضنة بنركب فيها اللمبة وبتشتغل. اما الصيني بتجي هاي مثلا مثل شايفين عنديها 220 فولت، عندي هاي 24 فولت اي سي ودي سي بتشتغل. لمبة ازرق عادة بركب على باور اون. عندي كمان بعض اللوحات ممكن ركب جرس سايرين موتور، طبعا هذا بيشتغل 220 فولت كمان صيني. عندي كمان الارم، هذا بزر هذا سايرين. كله بيشتغل على لوحة التحكم، بيعطينا انذار حسب نحنا شو بنحطه على باللوحة وشو بدنا اياها بالموقع. يعطينا الارم على ايش صار عندنا، مثلا خزان عم نعبيه مي وصار فل ممكن يشغل جرس، او خزان فضي ممكن يعطينا الارم، ممكن المضخة عملت تريب بيعطينا الارم. وكمان عندي تيرمينال بلوك، هاي للإيرث تستخدم لأن فيها تتوصل مع جسم الحديد مثلا. هاي كمان للإيرث، عندي هاي مثلا 70 ملي ممكن نركب فيها سلك لها 70 ملي، عندي لها 16 ملي بالظهر 6 ملي و 4 ملي. كل هاي اكسسوارات استخدمها بلوحة التحكم.
هاي اغلب الاكسسوارات اللي بنستخدمها في لوحات التحكم. طبعا كلها بتجي ممكن شركات بتصنع اشكال مختلفة، كلها بالنهاية بتأدي نفس الغرض. مثل ما شفنا عنا لشنايدر شكل المفتاح بيختلف، بس الاثنين له نفس الشغل بالنهاية. بشكركم كتير على التعليقات الحلوة اللي عم تجينا، انا متابع التعليقات. لو اذا بتحبوا شيء يا ريت تكتبوا لي اياه بالتعليقات، وان شاء الله باقرب فرصة نعمل عليه فيديو شو بتحبوا شرح. ولا تنسونا من الدعم، من لايك ومشاركة، وفي قناتي على الانستغرام راح احط لكم الرابط بالوصف. اذا كنت عم تشوف الفيديو وما انك مشترك بالقناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. لهون بيكون وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. فيديو سريع لاكسسوارات اللي بستخدمها بلوحات التحكم. كان معكم علاوي طوقاج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.